فيلم أمر بالإعدام اللي بكون فيه فان دام ضابط شرطة وتم زجه في أخطر سجون لوس أنجلوس على أنه سجين عشان يعرفوا السبب وراء جرائم القتل اللي كثرت داخل السجن. إيش المخاطر وإيش الأحداث اللي راح يتعرض لها؟ هل راح يطلع زلم ويحمي حاله ولا راح يتعلم عليه؟ تعالوا ندخل الفيلم ونشوف. بيبدأ الفيلم فان دام اللي بكون ضابط كندي اسمه بورك بيحكي بجهاز اللاسلكي مع الشرطة إنه المجرم المطلوب موجود جوا. بيحكوا له استنى الدعم. بيحكي لهم بلشنا نتخوث من أول الفيلم والكو أنا فان دام. بيجي له ثلاث زعران وبيحكوا له إيش أبو الشباب شو بتعمل هون؟ بيحكي لهم مش فضيلكم. بيحكوا له أنت قليل أدب وبدك درس في الأخلاق. وبيفتح هذا الأزعر موس عليه فبيعلمهم هو الدرس وبيعمل الحركة اللي هو بحبها وإحنا كمان بنحبها إنه برفس وجوه الزعران من الهمل بوجوههم. بوقع اثنين والثالث بهرب وبيحكي على الجهاز إنه راح يدخل ومش راح يستنى الدعم وإنه المجرم قتل شريكه. بجهز سلاحه وبدخل ولما بدخل بلاقي جثة بنت مقتولة وبيجي يفتح الخزانة هاي بيطلع له المجرم بضرب بالسكين في بطنه وبيحكي له أنا رجل الرمال وما راح تقدر توقفني وأجي دورك لتلحق شريكك. بتناول بورك المسدس وبرشق وبالطلق وبخلص عليه بالثلاثة والحمد لله إنه مات من المسدس. وبعد 16 شهر بوصل بورك للوس أنجلوس بدخل بسلم على زمايله وبلتقي بالنائب العام توم فولكر وبيحكي له تفضل اقعد. النائب بحييه على إنه قدر يصل لرجل الرمال وبعرفه على كين وسام المسؤولين عن السجون وبسأل مين الأمور هاي. بيحكي له ملكش دخل هاي جاي معي. سحسل جيتك بحكي له في جرائم قتل كثير بتصير بظروف غامضة بالسجن هارس وبدهم يعرفوا مين ورا هاي الجرائم قبل انتخابات الولاية. والنائب بحكي له اخترناك انت بالذات لكفاءتك انه نزرعك جوا السجن على انك سجين وتعرف مين ورا جرائم القتل وما حد راح يتعرف عليك لانك من كندا. كيلو اماندا راح تقوم بدور زوجتك وتكون حلقة الوصل بيننا وبينك وبسألوه عن رأيه. بحكي لهم اتركوني افكر وبرد لكم جواب بعدين. وبطلع هو النائب واماندا وبحكي مع اماندا بعجرفة انها مش قد المهم لانها بنت. فبتحكي له انا كنت دائما بطلع الاولى على دفعتي ولو انك مش واثق فيي عشاني بنت فهي مشكلتك. فبطلب منها تقارير باسماء السفاحين الموجودين بالسجن وبتتركه وبتروح. بيوصلوا المساجين بعدها وبكون بورك معهم وبنفهم انه قبل المهمة. وبيجي الرقيب المسؤول عن السجن وبيحكي لهم انا بحدد متى تاكل ومتى تنام ومتى تتحمم وهو باكل فزدق. بوقع قشرة على الارض بنزل السجين طولها بضرب بالعصاية على ظهره وبيحكي له انا حكيت ما تتحركوش. بيعمل نفس الحركة مع بورك وبورك بضل واقف وبتطلع على بورك بنظرة التحدي وبيحكي تلتزم بالقوانين احبه تغلط يا ويلك اعصرك واطلع منك مساجين صغار. وبروح المساجين للعيادة وبكشف عليهم الدكتور وبيحكي لبورك فصيلة دمك نادرة جدا. بعدها بروحوا يستلموا اغراضهم الشخصية من سجين اسمه هوكنز وبستغرب من عينه وبيحكي له انه انطعن في عينه. بعدها بروح بورك لزنزانته ولما بيدخل بيجي بده يشغل الراديو بيدخل زميله في الزنزان وبيحكي له بدك تنام هون هيك ببلاش ادفع لي $500. لكن بورك حكى له انه معيش فلوس وما راح ادفع لك. بيطلع موس من تحت السرير وبحطه على رقبة بورك وبورك بمسكه من خناقه وحكى له انا بعطيش اتوات لحدا. وعلى موعد الاكل مسجون لاتيني بيهدد هوكنز بشوكه لكن بورك بتدخل وبكسر الشوكه فبيغضب وبضرب بورك لكن بورك بطير في الهواء بركله مروحي. وبدخل الحراس وبسيطر على الوضع وبوصل الرقيب وبقول لبورك انه مش راح تعيش كثير وساله بورك هذا تهديد؟ حكى له لا هذا وعد. وزميل بورك بحكي له انه شافه بيساعد هوكنز ونصحه ما يثق بحدا خصوصا الزنوج وبساله كم صار لك مسجون؟ بحكي له حوالي 6 سنين. قال له بورك انه سمع انه في مساجين كثير بتنقتل. حكى له أنا لا أسمع لا أرى لا أتكلم. تجي له أماندا تزوره بالسجن على أساس إنها زوجته بتحكي له إنها راجعت كل شهادات وفاة الضحايا واكتشفت إنه كلهم انقتلوا عن طريق ثقب في خلف الجمجمة واحتمال يكون قاتل مسلسل لأنه بيستخدم أسلوب واحد في القتل. وسألها بورك عن اسم آخر سجين انقتل قالت له اسمه ألفين برات وحكى لها إنه راح يسأل زميله في الزنزانة يمكن يعرف منه أي معلومات وحكى لها إنه محتاج فلوس بأسرع وقت. بعدها أماندا بتبلغ كين إنه بورك محتاج فلوس لكنه برفض. حكت له لو مش موافق انا بعطيه فلوس من جيبتي. وفي السجن بورك كان بنظف في المغسلة بوصل اللاتين وبحكي له هيني جبت لك اهمل واحد بالسجن. بورك بعجب عليهم بوكسات وشلاليط وبحط راس الهامل هذا في الغسالة وبشغلها وبده اياها لانه راسه معفن. وفي الزنزانة بورك بفتح الكتاب اللي بعثت له اياه اماندا وباخذ الفلوس اللي فيه وبروح لهوكنز وبلاقيه بيصنع رصاص عشان يحمي حالهم وبساله عن ألفين وانه صديقه وبده يعرف مين قتله. بحكي له ما حدا راح يقدر يساعدك غير واحد اسمه الكاهن. بروح بورك للكاهن اللي بكون له وضع في السجن بمكان 5 نجوم والبنات حواليه مدلعينه على الآخر. الكاهن حكى له أنا سمعت إنك ضربت اللاتيني وسأله لو بده واحدة من بنات لكن بورك رفض وعرض عليه فلوس مقابل مساعد. وسأله عن اللي قتل ألفين حكى له انقتل بثقب في مأخرة الجمجمة وأكثر من هيك ما في عندي حكي. ولو بدك تعرف أكثر اسأل مارسون زميل ألفين في الزنزانة وبشتغل في العيادة. بيجي يروح بحكي له الكاهن ما ضيفناك بنت بحكي له خليها لبعدين. بورك بروح ينظف أرضية العيادة توصل جثة سجين مقتول جديد للعيادة.
العياده، وامرهم الرقيب انهم يخلصوا شغلهم. وبورك بخبط في علبه طبيه بتقع على الارض وبسال الطبيب عنها، حكى له هاي نفايات طبيه، لكن بورك بكون شاكك في الموضوع وبروح لمكان شغل ماريسون وبساله عن ألبن وسبب قتله، لكن ماريسون بحكي له من قتل. بمسك بورك وبهدده، بحكي له لو حكيت لك راح اموت، بس كل اللي بقدر احكيه انه الحراس متورطين. بعدها بورك بدفع للكاهن وبيستخدم تلفونه وبيحكي مع اماندا انه اكتشف انه الحرس متورطين في جرائم القتل، وبطلب منها تشوف ملفات الضحايا. حكت له اماندا انه الملفات لسه ما وصلتش للكمبيوتر الرئيسي ولساتها موجوده بالسجن. بصفن شوي تساله اماندا في اشي، بقولها بحكي معك بعدين، وبرجع التلفون للكاهن وحكى له بدي مفتاح غرفه السجلات. الكاهن بحكي له اوكي. بعديها هوكنز بكون ماشي بعرباي متخبي فيها بورك، والحارس بيساله عن اللي معاه، حكى له انها ملابس. والحارس بفتش العرباي وبكتشف اشي تحت الملابس. هوكنز بحكي له كشفتني يا عكروت، انا بنقل عصير الخوخ لزمايلي، وعرض عليه ذوقها. وفي اللحظه هاي بخرج بورك من تحت الاواعي وبتسلل لغرفه السجلات، وبدخل الغرفه وبدور في الملفات وبشوف ملف ألفن، وبلاقي حرفين جنب اسمه، وبلاقي كل تحاليل جسمه سليمه وخالي من الامراض والمخدرات، وكمان كان سجين جديد. بسكر الدرج بطلع صوته وبسمعه الحارس، وبدخل الغرفه يشوف شو فيه، ولما بدخل بلاقيش حدا. وبورك بكون متخبي فوق مواسير التهويه. وثاني يوم اماندا بتزوره بخبرها باللي وصل له، وقالها انه كل الضحايا قدام اسمهم حرف SL، وكلهم وصلوا السجن جديد وما بتعطوش مخدرات. واماندا مش عارفه معنى الحرفين، وقالها بورك على ولد هاكر راح يساعدها تخترق كمبيوتر السجن. طلب منها ما تحكي لحد عن اي شيء لانه شاكك انه في ناس مسؤولين برا السجن لهم ايد باللي بيصير في السجن. بتجيب اماندا الولد الهاكر لبيتها وببلش يهكر موقع السجن، بس بلاقي سجلات السجن عليها باسورد، وبطلب منها مهله يوم او يومين، وبتوافق اماندا. وفي السجن بورك بروح لميرسون علشان يكمل حكي معه، بلاقيه متوتر وقال له انه تسلل لقسم الجراحه امبارح وعرف اللي عملوه في زميله ألفن، وبنهار لانهم لو عرفوا انه كشفهم راح يخلصوا عليه. وفي الليل بتيجي جيرسي وهي واحدة من بنات الكاهن، وبتحكي لبورك انه في حد راح يجي يخلص عليك بكره في الليل. نفس الوقت الولد الهاكر بكون عند اماندا في البيت وبحاول يفتح الملف، وبقدر يفتحه، وبكون عباره عن شفره ارقام. اماندا حكت له اطبع، بس فجاه بكون حدا دخل على النظام وبلش يحذف في الملفات، بس الولد الهاكر بكون لحق يطبع الملف وحكى لها انه بيقدر يفك التشفير الارقام، بس الموضوع بده وقت. كتبت له رقمها عشان يبلغها اول ما يوصل لشيء. بعدها بتحكي لبورك انها اخترقت كمبيوتر السجن وشافت الملف، وكان عباره عن اسماء وارقام سجناء واغلبهم انقتلوا، وقالت له انه كل ضحيه كان لها ايام محدده قبل ما تنقتل عشان يتاكدوا خلوه من الامراض والمخدرات، وانها شاكه بكين انه متورط لانه معه صلاحيه الدخول للملفات. والمفاجاه انه رقمك في الملف هو اللي عليه الدور. وبالليل بيجي اثنين ومفتحوا زنزانه بورك، واحد بقتل زميل بورك والثاني بيطعن بورك بالسكينه. بيطلع له بورك من تحت السرير وبضربه، وراح يلحق زميله لكنه مات، والمجرمين بهربوا وبوصل الحراس وبضربوا بورك وبرموه في الحبس الانفرادي وبتهموه بقتل زميله. وبوصل الرقيب وبنزل فيه ضرب وبحكي له انا عارف انه مش انت اللي قتل زميلك، وبأمر الحراس يشلحوه ملط. وبيجي واحد من العصابه المتورطين لجيرسي وبخلص عليها، وبروحوا لماريسون وبغرقوه بنزين وبولعوا فيه النار. وثاني يوم توصل اماندا للسجن عشان تزور بورك، والرقيب والمساعد تاعه بصعبوا عليها اجراءات التفتيش. بيضطر الرقيب يروح يجيب بورك وبحكي له تحمم وظبط حالك، حبيبتك مستنيتك برا. بروح لها بورك وبتشوف وجهه متخرمش، بيساله مين عمل فيك هيك، بحكي له انه في اثنين حاولوا يقتلوه امبارح في الليل. وبشوفها متضايقه وبسالها مالك، بتحكي له ما في شيء، وبتحكي له انه عملت التحريات عن دكتور السجن جوتسمان وشاكي انه متورط مع العصابه. لكن بورك بكون حاسس برجفه بذنيه ونمنمه بقلبه وبصارحها بمشاعره ناحيتها. بعدها هوكنز بقابل الكاهن وقال له انه بدا يقلق على جماعته، اخر واحد انقتل زنجي ولازم يساعده بورك في حل اللغز. بفجروا العياده وبورك وهوكنز بروحوا لغرفه الجراحه، وبورك بكسر القفل اللي على الثلاجه وبفتحها وبلاقي اعضاء بشريه، اطحال على بنكرياس على قلب. وبورك بلاقي كل المساجين متجمعين وبسال واحد شو في، حكى له في مسجون جديد وصل. بيستغرب بورك وبيحكي كل هذا عشان مسجون، بيحكي له هذا مش اي مسجون، هذا رجل الرمال. بينصدم بورك وبيحكي اكلنا كندره، كيف هذا بعده عايش؟ بعدها اثنين مساجين بضربوا بورك وبربطوه بالسلاسل في الحمام، وبدخل رجل الرمال عليه وبطعنه في الخنجر وبيحكي له تخيل لو المساجين عرفوا انك ضابط شو راح يعملوا فيك، وبتركه وبروح. وبيحكي لو المساجين ما خلصوش عليه انا راح اخلص عليه. بعدها الحرس بلاقوه مصاب وبرجعوه على زنزان، والسجن كله بيعرف انه ضابط، وبكون كل المساجين بدهم يخلصوا عليه. اماندا بتوصل بيته من النائب العام، وراحت لتوم وحكت له بدي اياك على انفراد بخصوص كين، وقالت له انهم لازم يطلعوا بورك من السجن لانها شاكه انه كين متواطئ مع العصابه من البدايه. وبيجي لها اتصال من الولد الهكر وحكى لها انه عرف الشخص المسؤول اللي برا السجن ومتورط مع العصابه، واللي بيطلع النائب توم. تنصدم اماندا وتيجي بدها تهرب، بسحب النائب عليها مسدس، تساله ليش عملت هيك، حكى لها انه مرته كانت مريضه ومحتاجه كبد، وقابل الدكتور جوتسمان اللي دبر له كبد من واحد
واحد من المساجين بعد ما قتله، ولقوا شغلة بتكسب ذهب وكملوا تجارة أعضاء المساجين. تنصدم أماندا من كلامه، وفي اللحظة هاي بتدخل مرته الغرفة وتشوفه ماسك المسدس وبتسأل فيه إشي، وأماندا بتستغل الفرصة وقالت له احكي لها كيف قتلت عشان تنقذها من الموت، وبتهرب من المكان. وفي نفس الوقت بورك بكون عارف إنهم راح يفتحوا الزنزانة عشان المساجين يقتلوه، فبكهرب باب الزنزانة وبوصل مساعد الرقيب وبقول لبورك إنه الرجل الرمال جاي عشان يشوفك. وأول ما بيمسك القضبان بورك بشغل الكهرباء فبتكهرب وبموت، وبورك بأخذ مفاتيحه وبحاول يهرب، لكن الرجل الرمال بفتح كل الزنازن اللي في السجن وبطلع كل المساجين وبطارده بورك في ممرات السجن. وفي آخر الممر بتقابل مع الرقيب، بيمسكوا بورك وبسكر الباب على باقي المساجين وبخذوه معاهم لعند جوتسمان وبضربوه بوقعوا على الأرض، وبكونوا بدهم يقتلوه وبيجي هوكنز بفجر الباب. بورك بقوم وبضرب الرقيب بكعب البرودة، والثاني بلطبش وجهه بالشلوت، وبهرب مع هوكنز والكاهن وبهجم عليهم واحد بضرب هوكنز والكاهن وبخنق بورك، وبورك بأخذ منه الدامبلز وبسلخه إياه في وجهه. وفي نفس الوقت الدكتور جوتسمان بحاول يهرب، لكن المساجين بمسكوه وقالوا له جيت بموعد العملية بالضبط، وشكلهم رايحين يشرحوا. وهم نازلين بالأسانسير بنصاب هوكنز بطلقة من مسجون، وبورك بروح يجيب مساعدة من برا، بطلب هوكنز من الكاهن إنه صاحب بورك لبرا، والرقيب بأخذ البندقية وبدور على بورك، بلاقي دم هوكنز على الأرض، بصل لعنده وبرفع عليه سلاح وبقول له ودع الحياة. هوكنز بتف عليه وبكون خلاص بده يقتله، بيجي الكاهن باللحظة الأخيرة وبقتل الرقيب وبخلص هوكنز، وبروح لبورك عشان يساعده في الهرب. وفي الطريق رجل الرمال بقتل الكاهن بالفاس وبهرب، وبورك بلحقه عشان ينتقم وبدور عليه وبصرخ بأعلى صوته اطلع لي يا هامل، وظهر له رجل الرمال وبنزل فيه وين الجنب اللي بوجعك، والمساجين بتبلش تشجعهم على القتال، والمسجع بفك لمبة وبكسرها وبلش يشرح بورك. بورك بشمت وشلوط بطير اللمبة من ايده، قوم بنزل فيه بوكسات وبرد عليه المسجع بالبوكس، وبوقعه على الارض وبفتح باب الفرن وبطير عليه بورك وبرميه جوا الفرن، وبرد يطلع من الفرن وهو مولع. بشمت بورك شلوت بطيره على حديد بتهزق راسه، واخيرا مات المسجع وبمر من بين المساجين اللي بيفسحوا له المجال وبحطوا له واطي لانه تغلب على رجل الرمال، وبأخذ هوكنز وبطلع من السجن وبدخله سيارة الاسعاف، وبلاقي اماندا بتستناه عشان تبلش قصة حب بينهم. وفي النهاية بتمنى يكون الفيديو عجبك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.